صباح الخير تيما، وتحية لك ولجميع المشاهدين. يمكن أن نتحدث عن وتيرة مرتفعة من عمليات المقاومة باتجاه مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي في الجانب المحتل من الحدود. حزب الله حتى هذه اللحظة أعلن عن 6 عمليات قام بها باتجاه المواقع الإسرائيلية. 2 من هذه العمليات تمت في ساعات الفجر الأولى، والأربعة المتبقية حصلت في ساعات الصباح من هذا اليوم. العنوان الأبرز لهذه الاستهدافات كانت صواريخ البركان وصواريخ الفلق التي دكت فيها المواقع الإسرائيلية، والتي سقطت مباشرة داخل هذه المواقع. ونقل الإعلام العبري بشكل واضح مقاطع وصور توثق الأعمدة الدخانية ترتفع من هذه المواقع، إضافة إلى ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية من إصابة جنديين إسرائيليين نتيجة إطلاق صاروخ بركان باتجاه موقع زرعيت تحديدا. هذه المواقع التي استهدفها حزب الله يمكن أن نقول أنها بركة ريشة بصواريخ بركان في ساعات الفجر الأولى، إضافة إلى حدب يارين أيضا بصواريخ البركان في ساعات الصباح، وتحديدا عند الساعة 8 تم استهداف ثكنة برانيت بصواريخ البركان أيضا. إضافة إلى ذلك تم استهداف تجمعا لجنود جيش العدو في محيط موقع جل العلام بصاروخ الفلق 1، وهي اليوم 3 التي يتم في استخدام هذا الصاروخ. ومنذ بعض الوقت أيضا استهدفت المقاومة موقعي ميتات والمطلي هنا في القطاع الشرقي بالأسلحة الصاروخية، وتمت إصابتها إصابة مباشرة. بشأن العدوان الإسرائيلي على البلدات الجنوبية اللبنانية، في هذه اللحظات تشهد بلدة كفركلا والعديس قصفا مدفعيا وقنابل فوسفورية يطلقها العدو الإسرائيلي باتجاه هذه البلدات. رأينا سحب الدخان ترتفع بشكل واضح نتيجة الحجم الكبير للقنابل الدخانية والفوسفورية التي أطلقها العدو الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى عدد من البلدات الجنوبية التي تعرضت للقصف المدفعي صباح هذا اليوم، خصوصا في القطاع الغربي. وبالتالي يمكن وصف الساعات الأولى من هذا النهار بأنها تشهد على عمليات مرتفعة ووتيرة مرتفعة من المواجهات، خصوصا لجهة عمليات المقاومة. أكيد تفاصيل أكثر ستكون خلال هذا النهار حول تطورات الميدان الجنوبي هنا من جنوب لبنان تحديدا. شكرا لك زميلنا محمد.